بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة آل عمران. الدرس 58. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل الكلام على الآيات من آخر سورة آل عمران، وقد انتهينا إلى قوله: وما عند الله خير للأبرار. ثم ختم الله جل وعلا هذه السورة بقوله: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. لما ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه السورة حالة اليهود والنصارى وعصيانهم لله عز وجل وتكبرهم على رسل الله عز وجل، حيث آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعضهم، وآمنوا ببعض الكتب وكفروا ببعضها، عنادا من عند أنفسهم وحسدا لغيرهم، استثنى الله جل وعلا منهم أهل الإيمان. وهذا من عدله سبحانه وتعالى، أنه لا يبخس الناس حقوقهم، فليس كل أهل الكتاب على الصفة المذمومة التي مر ذكرها في هذه السورة العظيمة، بل هناك منهم من هم أهل فضل وإيمان، كما قال في أثناء السورة: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك من الصالحين. ثم أعاد سبحانه وتعالى هذا التنويه والاستثناء لأهل الفضل من أهل الكتاب الذين من الله عليهم بالإيمان ومعرفة الحق والعمل به والسلامة من الحسد والكبر. وإن من أهل الكتاب، أي بعض أهل الكتاب، لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم، بخلاف الأكثر من أهل الكتاب الذين يقولون نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. بل هؤلاء هدفهم الحق مع أي كان، سواء كان مع النبي الفلاني أو مع النبي الآخر، هدفهم الحق. ولا يقولون إنما نؤمن بأنبيائنا الذين هم منا، ولا نؤمن بالأنبياء الذين هم من غيرنا كمحمد صلى الله عليه وسلم، أو يقولون نؤمن بالكتاب الذي أنزل علينا ويكفرون بالكتاب الذي مع غيرهم، لأن هدفهم الهوى وليس هدفهم الحق. وإلا فالحق يقبل ممن جاء به، والحق ضالة المؤمن. فهذا الصنف من أهل الكتاب هم من أهل الحق الذين هدفهم الحق، ولهذا آمنوا بجميع الرسل وآمنوا بجميع الكتب. ومنهم النجاشي رحمه الله، الذي كان نصرانيا ثم آمن بالله عز وجل وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولما مات نعاه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، خرج بهم وصلى عليه صلاة الغائب. ومنهم سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، الذي كان متنصرا في الجاهلية، ثم لما جاء الإسلام آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ولازمه
وصار من السابقين الأولين. ومنهم عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه، من أكابر علماء اليهود، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة آمن به وحسن إيمانه وإسلامه رضي الله عنه. فهؤلاء وأشباههم ممن آثروا الحق على الهوى أثنى الله جل وعلا عليهم: لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم، أي إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وما أنزل إليهم، خلاف الذين يقولون نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه. ثم قال جل وعلا: خاشعين لله، وصفهم بالخشوع، وهو الخضوع لله عز وجل والخوف من الله، كما قال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهذا هو العلم الذي أثمر لهم الثمرة العظيمة، لأنهم جمعوا بين العلم والعمل، بين العلم النافع والعمل الصالح. لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، يعني لا يستبدلون بآيات الله والتمسك بها والعمل بها، لا يستبدلون ذلك بثمن قليل يأخذونه في هذه الدنيا على كتمان الحق والكفر بالحق، كما فعل كثير من أهل الكتاب، فإنهم آثروا الدنيا والرئاسة والمال على الإيمان بعلمهم، بل حرفوا من أجل ذلك، حرفوا كتبهم من أجل أن ينالوا مطامع الدنيا. ففي قوله لا يشترون بآيات الله تعريض بالأكثر الذين اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، فآثروا العاجلة على الآجلة. أولئك لهم أجرهم، هذا وعد من الله جل وعلا لهم بالأجر والثواب على إيمانهم، وقد جاء أن الله يعطيهم أجرهم مرتين، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، هذا خطاب لأهل الكتاب، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. فالكتابي الذي آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم له أجران: أجر الإيمان بالرسل السابقين، وأجر الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. إن الله سريع الحساب، أي قريب، حسابه قريب سبحانه وتعالى، لأن كل ما هو آت فهو قريب. فالقيامة ومحاسبة الله للخلائق قريبة، لا يستبطئ الإنسان الحساب وينسى الحساب ويتمادى في المعاصي، بل يتذكر الحساب. قال الله جل وعلا: إن الذين كفروا لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فالمؤمن يتذكر الحساب وأنه عما قريب سيحاسب، فيمسك عن الذنوب ويكثر من الأعمال الصالحة. إن الله سريع الحساب، أي أن حسابه للخلائق ومجازاته لهم قريبة، وأنها لا، وإن كانت مستقبلة فإنها قريبة، بخلاف من يستبطئ الحساب ويتمادى في الذنوب والمعاصي. وقيل معنى سريع الحساب أنه يحاسب الخلائق جل وعلا في وقت سريع، لا يشغله الحساب ولا طول وكثرة الناس وكثرة أعمالهم، بل إنه يحاسبهم في لحظة سبحانه وتعالى. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.